بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أن نبدأ بتقديم نفسي. قد نقدم روحي رئيس قائمة الأرض الطيبة الحبيب بن سعيد الشعيري. الرمز متاعنا هو رمانة نصف، واخترنا رمانة نصف لكونها الغلة المشتركة بين جهة قابس كاملة. أنا مترشحين على دائرة قابس، وبعيد عن الولاءات المركزية الحزبية قررنا كمجموعة اللي تضم حبيب بن سعيد الشعيري المتحدث، المهدي هرس، توفيق دادي، أيمن لطيفي، راضية القناوي، مهاز الميمومني، ويسرى زين العابدين. قررنا باش نخوض الانتخابات ونعبروا كيفنا كيف بقيه التوانسه على اخلاصنا للوطن، على الالتزام بالدستور، وعلى الولاء التام لتونس. وعليه سنسعى إلى تدعيم جميع الحقوق الواردة بالدستور، والتي ستخول بإذن الله المساواة بين جميع المواطنين التونسيين، مع وعينا بكوننا مترشحين على لخدمة تونس. فإننا سنسعى وسنتوجه إلى ناخبينا بدائرة قابس وندعوهم إلى التصويت لهذه القائمة، قائمة الأرض الطيبة. وإن شاء الله سنكون في صلب اهتمامات هذه الجهة، لأننا نعتقد أننا الأقرب من تلمس مشاكلهم ومشاغلهم. وسندافع بإذن الله، نحن قائمة مستقلة لا ندعي أننا سنغير الدستور أو سنغير العالم، وإنما سنعمل على إيصال صوت جهتنا، وسندافع عنه بكل قوة وبكل ما أوتينا من الطرق القانونية حسب صلاحياتنا. إذا صوتت للقائمة هذه، وإذا كان اكتب لها أنها يكون عندها أحد الناجحين في المجلس الشعب القادم. لذلك نعتقد وسنعطي بسطة بسيطة، سنسعى إلى الاهتمام بالفئات المحرومة، وسنبدأ باقتراح تدريس لغة الإشارة لذوي الإعاقة وتعميمها في جميع المؤسسات التربوية، من حضر الأساس التربوي لتسهيل التواصل لفئة لا بأس لها من المجتمع التونسي. سنسعى إلى مد السكة الحديدية بين قابس ورأس جدير، وسنطالب أيضا بتوسيع مواني قابس وغنوش والزرات. سنطالب بمستشفى جامعي لكل معتمدية، وبمركز استعجالي لكل عمادة، لأن الحق في الصحة حق يضمنه الدستور، ولهذا لابد من توفير المرافق الصحية لجميع المواطنين في كافة التراب التونسي.